مدرسة البكالوريا الأمريكية أقامت الكرنفال الخيري السنوي بمشاركة واسعة من الطلبة، وقد خصص ريع كرنفال العام لجمعية الهلال الأحمر، فيما تستهدف هذه الأنشطة غرس مفاهيم وقيم العمل الخيري والتطوعي لدى الطلبة من أجل تنمية سلوكياتهم على التعاون وحب المشاركة في الأعمال الخيرية وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين. شيء ما هو غريب على دولة الكويت وعلى دولة قائد ونبراس العمل الإنساني سيدي ووالدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المفدى. إحنا اليوم كوزارة التربية نشجع ونحيي مثل هذه الأعمال لغرس المفاهيم والقيم الإنسانية والأخلاقية التي تبدأ غرسها في الحرم المدرسي. شكر كل الشكر القائمين والعاملين على إنجاح هذا الكرنفال. ما يميز كرنفال هذا السنة بأن عدد أكبر من الطلاب شارك في تنظيمه، وما بدأنا في وقت مبكر جدا، أولا في تدريب الطلاب كيفية التعامل مع هذه الجهات، كيفية نشر العمل الخيري والتطوعي، غرسنا فيهم هذه القيمة، وبالتالي ساعدناهم على توصيل هذه القيمة إلى زملائهم الطلاب في المدرسة. فلذلك لو شفتوا أن عدد المشاركين هذه السنة يفوق كل سنة، وعدد الرعاة البلاتينيوم كانوا ثلاث رعاة باختلاف السنوات السابقة، وأيضا الرعاة الذهبي والرعاة الفضي كان عددهم كبير جدا جدا، وهذا يدل على شيء، إنما يدل على جهود الطلاب والمشرفين عليهم في استقطاب هذه الجهات وأقناعهم بأهمية المشاركة في هذه الأعمال الخيرية.